نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعاً عن لبنان العظيم. عشق وعاش لبنان. مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. إذا كان ثمن حرية الأوطان أن تموت واقفاً على رأس الرمح، فأنت لم تمت بل طرت بسرعة البرق حيث موطن الحرية المطلقة. إذا كان وجه الحقيقة يرتدي ثوب الفل، فلا ذرة من الرماد المتطاير من نار الحقد تسود بياضه. جبران التويني خطفته الشهادة وأحيته بطلاً، لكن هل تخنق الروح في قمقم؟ وهل يخنق الصوت المتمدد في الأثير؟ كما في السماء كذلك على الأرض، وجه الحق لن يبطل وحكمة الله عظيمة. عن عمر قصير لم يصل إلى عتبة 50 ودعنا جبران التويني على غفلة. تاري الأحبة غفلي بروحه ما بيعطوا خبر، ودعنا تاركا وراءه شلالا من الأحلام والهواجس والطموحات التي كان يتسابق معها بحماسة الشباب وفرح الأطفال وإيمان شغوف. جبران الصديق سبقنا إلى القيامة وعلى عجل كما كان دائما، أما أحلامه فاستودعها في عيون جيل الشباب الرافض للإستسلام يضيء شعلتها في ساحة الحرية. سيام التويني مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. بيسعدني أني استقبلك وبيعز علي بنفس الوقت أني أحكي عن جبران بغيابه، أني أحيي ذكراه، هو اللي كان مالئ الدنيا وشاغل الناس. نهار الأحد رح نحتفل بذبيحة إلهية بمناسبة مرور 40 يوم على استشهاد جبران التويني. والبداية هذا الروبورتاج. من 12 أيلول 1957 إلى 12 كانون الأول 2005 عاش جبران التويني حياة شيقة وصعبة، واجه فيها في طفولته وشبابه ما يخشى من مواجهته الراشدون. من وفاة شقيقته نايلة التي تكبره بسنة واحدة وكانت لم تتجاوز بعد 8 من عمرها، إلى مرض والدته وقد استبد بها حوال 20 عاماً حتى وفاتها عام 1983، ثم وفاة شقيقه مكرم ابن 21 عام 1987 في حادث سير مروع في فرنسا. طبعت هذه الظروف المأساوية حياة جبران وشخصيته، وكان لا يخشى الموت في عز الحرب التي عصفت بلبنان، كما لم تردعه التهديدات والتحذيرات التي حاصرته بشدة قبل اغتياله. قضري ومناضر في الوقت نفسه، كان يبدو استفزازياً للبعض في حين كان يحبه الكثيرون لصراحته ووضوحه وجرأته. هل وقع جبران في فخ شخصيته في سعيه إلى مصارعة التنين بيديه وبالقلم؟ هذا هو اللغز الذي أخذه معه حيث يروق له أن يرقد الشر وهو ينظر في عينيه دون خوف. مغامر إلى أقصى حد، تلميذ مشاغب صاحب أفكار تحديثية منذ أيام الدراسة وبداية عمله الصحفي في مجلة النهار العربي والدولي التي أصدرها من باريس في أواخر السبعينات، مروراً بالملاحق التي أسسها تلبية لرؤيته الشبابية ولحاجة الشباب إلى الانخراط في بناء الكلمة الحرة وأسس الوطن الديمقراطي، وصولاً إلى عصرنة جريدة النهار في كل ما للكلمة من معنى على غرار أحدث الصحف العالمية. لم يتوقف طموحه التغييري عند حد، وكانت له بصمته الخاصة في التعاطي مع كافة الأمور الاجتماعية والسياسية والبيئية والنضالية. انتخب نائباً في البرلمان اللبناني سنة 2005 عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت، وكان مقتنعاً بأن النائب والصحفي متشابهان، ويقول: النائب هو صحفي، والصحفي هو نائب يكتب باسم الناس، ولا تناقض بين الاثنين. أما الجامع الأهم بين جبران النائب والصحفي فكان إيمانه الوطيد باستقلال لبنان ووحدة أبنائه، تماماً كإيمانه بالله على حد قوله، ذلك الإيمان النابع من العقل والقلب معاً. وكان يتابع قائلاً: ليتذكر من لا يريد أن يتذكر أن هذا الوطن محكوم بالحياة الأبدية لا بالموت،
أما رسالة القيامة الحقة فهي مكلفة جداً، لأن لا فعل قيامة من دون فعل قتل وموت، ودائماً على لسان جبران تويني. سيام تويني، ماذا بقي من جبران بعد 40 يوم على استشهاده؟ يعني لليوم أنا بعد مش مصدق أنه جبران راح وأنه منه معي ومنه راجع. ضل قول إيمت يمكن بعدني عم بحلم حلم كتير بشع ورح أوعى، بس برجع يمكن لا بعرف أنه هيدي الحقيقة، وبدي اليوم بدي لازم بلش جرب استوعب مزبوط شو اللي صار. هل جبران كان مسؤول برأيك تجاه استشهاده؟ هل اقتحم الموت بوعي؟ جبران كانت مسؤوليته كتير كبيرة، وكان يعرف انه اقل شيء بده يدفعه هو يمكن كان تمن حياته، وكان مستعد لهالشيء. بالنسبة له كان لبنان اهم شيء له، وكان دايما يقول انه ما حدا مسترجع استقلاله غير ما يروح كتير ضحايا تموت كتير عالم، ويمكن هيدا لقله كان اقل شيء وما كان يخاف ابدا. هل حبه لاستقلال لبنان تفوق على خوفه على عائلته الصغيرة؟ يعني بالنسبة له إيه، لبنان يمكن كان أهم شيء عنده، أهم شيء عنده لبنان ياخد استقلاله للناس، للبنانيين كله يرجعوا يعيشوا ببلد حر ومستقل. على حساب سعادته الخاصة. إيه، مرة قلت له، مرة سألته قلت له ليش ما بنروح نقعد شوي برا بنعيش بلد هيك نرتاح نروق مثل العالم، إنه مش معقول كيف عم نعيش، خاصة إنه صار في ولد صغار وكنت كتير عطلانة هم آخر فترة. قال لي سام بتعرفي وقت تجوزتيني أنا شو وليش أنا هون، ما بقدر وقف من شان شيء. النيابة كانت حلم عم بتراود جبران منذ زمن، وكان عنده القناعة أنه النايب والصحافي متشابهان، لكن يقول النائب هو صحافي والصحافي هو نائب يكتب باسم الشعب ولا تناقض بين الاثنين. هل شاركتي هذا الحلم؟ هل خفت عليه؟ هل شجعتي؟ يعني بالنسبة له هو ما كان انه حلمه بس يعمل نايب، هيدي كانت يمكن وسيله لإله ليقدر يوصل صوته بطريقه تانية. بس جبران كل حياته كان عم بيناضل وكان عم بيكتب، وبالنسبه يعني هيدي كانت بس طريقه تانية لإله، وسيله اضافيه بس. يعني طبعا النهاري صوت النهار لوحده بكفي، ما هيدي هو بالنسبه له هذا اهم شيء كان عنده، اهم من النيابه ومن شيء تاني. هناك قول لجبران، قول مأثور، بيقول أصدقائي ماتوا قبلي، ليس لي الحق أن أبقى على قيد الحياة وهم ذهبوا، لست أفضل منهم وعلى أي حال لا أحد يموت قبل أوانه. معظم الناس كانوا شاعرين أو كانوا حاسين بمدى الخطورة أو الخطر المهيمن على جبران التويني، هل كان يعتبر هو أنه شخصه أقوى من الموت؟ يعني أكيد بالنسبة له كان إيمانه كتير كبير، وجبران انصاب مرتين، البيت انضرب عدة مرات، يعني بالنسبة له هو كان نهار يلي لازم يعني رح يموت فيه رح يموت فيه، كان هون أو كان مسافر وقاعد برا وما كان يخاف من هالشي. ومثل ما كنت عم بتقول إيمات كان يحكي شوي إنه كيف ماتوا قبله وناس أصدقاء له، وكأنه كان يحس أنه هو كمان لازم يكون مثلهم، أنه مش بس هن لازم يموتوا. يعني بطريقة حكي وقيمته تيكون عم بيقول لي أشياء يعني استغرب شوي أنه ليش، بس بالنسبة له هو كان كمان لازم يكون شهيد لهالوطن، لأنه يمكن دماته رح يقدروا يمكن بطريقة أنه يرجع ياخد هالبلد استقلاله، وهذا لقله أهم شيء. سهام تويني أرملة تحت الضوء طبعاً معروفة ليس فقط في لبنان أو في الدول العربية، لكن أينما كان في هذا العالم خصوصاً عند العرب واللبنانيين. هل تصورتي أنت أنه يوم من الأيام راح تكوني في هذا الموقف؟ يعني أنا ما بعتبر حالي اليوم تحت الضوء، أنا بعتبر حالي اليوم زوجة الشهيد جبران تويني، يعني ولا أكثر ولا أقل. لكن شهيد معروف طبعا. ايه، هن لك شهداء مغمورين ما حدا بيسمع فيهم ما حدا بيعرف عنهم، مع انه الدور اللي بيلعبوه بيكون دور اساسي ودور فعال، لكن ما حدا يعني بيحكي فيهم. لكن جبران كان انسان معروف ومشهور طبعا، مصر. وصحافي كبير ونجم
مظبوط. اليوم انا يعني من هالناحيه لانه مثل ما عم بتقلي يمكن هلا انوجدت من ورا هالشيء تحت الضوء، بس يعني بالنسبه لي بعدني ما مني يمكن مش واعيه بعد لكل هالشيء، بعد مش عارفه شو اللي صاير شو ناطر، ما بقدر بعد فكر مزبوط من هالناحيه. أنت اليوم تنضمين إلى قافلة زوجات الشهداء السياسيين والصحفيين، أنت اليوم زوجة شهيد مثل كامل مروي، مثل سليم اللوزي أو رياض طه، وبالسياسة أنت مثل زوجة بشير الجميل أو روني معوض أو رفيق الحريري. هل توقعت أنت أنه نهار من الأيام عندما اقترنت بهذا الرجل بجبران طويني أنه معقول توصل إلى هذا الموقع أو إلى هذا الموقف؟ يعني أكيد أنا ما كنت فكر، واحد ما بيفكر رح تصير فيه. أول مرة وعيت على شيء وقتها، يعني أكتر شيء كنت واعي عليه وقتها استشهد الرئيس حريري، وما بنسى وقتها كنت عم شوف عائلته وولاده، كنت عم بقول كيف بيقدروا يتحملوا كل هالشيء، شو صعبة. وبعدين كملت سلسلة، وبعدين شفت جيزال، شفت ولاد سمير قصير، شفت عائلة جورج حاوي، رجعت شفت ياسما فليحان وليدها الصغار، صرت أقول كيف عم بيعملوا، كيف رح يقدروا، كيف رح يكملوا، شو صعبة. إنه ولا صارت معي لمزبوط قدرت هلأ اليوم أعرف هني بشو مرقوا، يعني أصعب بكتير من ما حتى تصورت. اليوم وقتها كنت مع مثلاً سولانج، هي اليوم قالت لي كمان كان ابنها عمره 4 أشهر وعم تحكيني، ومثل بتعطيني كمان شوية قوة لأنه صرت تشوف هي شو مرقت شو قضيت. بشوف نايلة معوض اليوم كمان، يمكن قبل كنت بعرفهم بس ما كنت مزبوط حاسة بشو مرقوا. اليوم كمان يعني بحس بالعكس، نحن اليوم صار في شيء هيك بيربطنا سوا، ووقتها بحكوني وبحكيهم كتير هيك بلاقي مثل هيك من مثل في مواساة. ايه بس أكيد الواحد غير ما تصير فيه ما بيعرف، وأكيد شيء كتير موجع وكتير أليم وما في الواحد يعمل شيء. يعني سؤال غريب، لكن كيف تتعايشين مع الموت؟ يعني الموت ما حدا بيقدر يتعايش معه بطريقة سهلة، يعني شيء كتير صعب. الواحد وقت يكون عايش مع شخص بيحبه كتير، بي ولادي، يعني كيف بدي بس فكر انه بدي بقوم فكر انه خلص منه بقى موجود معي وشريك حياتك كل شيء. يعني جبران وسهام شكلتما ثنائي جذاب وجميل ومشرق، يعني ما كنتوا ثنائي عادي. ايه بس نحن كنا مثل عايشين انا وياه سوا ككوب عادي، مثل حياة الكوب. كنا نروح على البحر، نطلع على فريا، منسافر، كيف ما كنا انه ما كنت حس حالي غير عن غير ناس. كنا لكن بالعكس الصوره المعكوسه للخارج، يمكن للناس، بس انا وياه مع بعضنا ما كنا نحس هالشيء. كنا مثل حال انه مثل حال حدا هيك مبسوط قاعدين سوا، ما كنا نفكر بهالاشياء هيدي. انه ما يمكن انت عم تقول هيك بس انا ما كنا نحس هالشيء انا وياه. سهام، من اين تستمدين هذه القوه اليوم؟ أنا عم باخد قوتي منه قد ما فيني، كرماله، كرمال الولاد، وكرمال يعني لأنه بعرفه ما بيريد إنه كون ضعيفة، لأنه كمان بهالوقت بيكونوا الأعداء هن اللي انتصروا. نعم. هل هو معك؟ أكيد. ولحتى مرة كان عم بيقول لي، كنا عم نحكي، قال لي نحن نتجوز وبعدين بجيب ولاد وانا ما بعيش كثير. قال لي عم تحكيني هيك؟ قال لي انا عم بقول لك هيك رح يصير، بس انت بتكملي الولاد بيكونوا حديك وانا دائما رح اكون معك. بقى من ورا هالشيء بدي ضلني فكر هيك انه هو معي. من سهام إلى جبران، باقة ورد وتحية حب من الأعماق. في وراء الوجوه استراحة قصيرة نغض من بعدها.
نعود لمتابعة وراء الوجوه بمناسبة ذكرى 40 على استشهاد جبران تويني. سهام من العناق إلى الفراق، هذه القصة الجميلة يلي جمعتكم منشوفها سوا في هذا التقرير. قصتهما مثل قصص الخيال، جميلة جداً كي تستمر على أرض الواقع، كأن موت أحد البطلين أتى ليؤجج جمر الشغف في غياب الجسد وحضور الروح. التقيا على طاولة الغداء في 19 كانون الأول 2001 في أول موعد لهما، وانقلبت حياته رأساً على عقب. من جبران المحب للعزلة والسهر في المنزل، تحول مع سهام عسيلي إلى رجل يهوى الحياة ويعيشها بسعادة كبيرة. اختصرت هذه المرأة نساء العالم أجمع في عينيه، إلى درجة قرر الارتباط بها بعد 3 أسابيع من التعرف إليها على حد قول أحد المقربين منه. في 4 أيار المصادف عيد ميلاد سهام، فاجأها بسهرة حضرها حوالي 80 شخصاً، وطلب يدها علناً على الميكروفون بوجود والدها، وتم زواجهما في 20 تموز 2002. يوم ولد جبران مجدداً في منتصف شبابه، وأصبح أباً للمرة الثالثة لابنتين هما ناديا وغابرييلا. لم يهنأ بتربيتهما وتدليلهما حتى في الأيام الأولى لولادتهما بسبب الظروف الأمنية التي أجبرته على الابتعاد عن وطنه، وقد تيتمتا قبل بلوغهما الشهر الرابع. تراجيديا يونانية أم دراما شيكسبيرية؟ لا هذه ولا تلك، بل قصة لبنانية بطلها لبناني أحب وطنه والحرية حتى الاستشهاد في سبيلهما ظلماً، وإيماناً منه بأن الموت والحياة ينبضان نبضاً واحداً، وأن لقاء الأحباء الذين سبقوه إلى دنيا الخلود شيق ومرتجع. سهام تويني، لماذا أنت؟ لماذا هو؟ لماذا اجتمعتما فوق الماضي من قلب الحاضر ونحو المستقبل؟ أنا بالنسبة إلي هذا هو القدر، ليش اثنين بيجتمعوا؟ شو بيجمعهم بالحياة؟ ما حدا في يعرف. ومتى ما يعني صار فيها شيء وبصير فيها الحب وكل شيء، ما في الواحد يسأل ليش أو كيف. هذا شيء خلاص إنه واقع بيصير. أنت وهو ببساطة الحب اجتمعتوا، شو حبيتي فيه من أول نظرة؟ يعني حبيت أكتر شيء جذبيته وشخصيته، وجبران إنسان ما في أطيب منه، ما في أكرم منه، ما في محب قده، وبيعامل معاملته للناس، ما عنده كبير ما عنده صغير، ما عنده شيء اسمه حقد، ما عنده كرم، ما يعني لإلي كان إنسان غير عادي. ما يعني ما كل شيء بشوف ناس إذا بدي أخذ منه كل مواصفات ما فيك تجمعه بشخص واحد. جبران كان عنده إياهم كلهم فيه. سهام تويني، بعد حياة صاخبة من الجانبين تذوقتما معا نوع من الاستقرار، شو غيرتي بجبران وشو غير هو فيكي؟ يعني الواحد ما فيه غير شيء بالتاني، لأنه مفروض أصلا إذا واحد بحب شخص بحبه مثل ما هو. وبعتقد جبران حبني مثل ما أنا، مثل ما أنا حبيته مثل ما هو. ولا مرة جرب يغيرني ولا أنا جربت غيره، بالعكس. يعني أكيد عطاني إشياء، يمكن مثل خليني يصير عندي ثقة بحالي أكتر، يعني يمكن عطاني كتير
هيك انه مثل صرت احس في عندي حدا حد يعطاني، بحس كنت بامان، كنت احس حدا سندني، حدا بحبني هالشي. بس اني من غير ناحيه لا، ما ولا مره. شو اعطيتي انت؟ انا يمكن بحس اعطيته حب للحياه. كنت احس جبران وتعرفت عليه ما كان كتير مبسوط بحياته، ما كان مشغوف بالحياة. ما بعرف، يمكن ما بعرف، ما بحب احكي كتير عن قبل، بس هيك حسيت. وبحس معي انه مثل صار عنده مثل حب للحياة، ويمكن من الاصحاب كمان كنت اعرف منهم شو يقولوا لي عنه، انه ما كنت اعرفه قبل، بس وقتين يقولوا لي شو مغير وشو نشوفه مبسوط وما بحياتنا شفناه هيك، هذا اللي بخليني اعرف انه اكيد اعطيته شيء تاني. يعني ما بدأت معك مرحلة جديدة. نعم. سهام طبعا جبران عروف عنه انه يهوى الاغواء، هيز وومنايزر سيديكتور، هل بقي يهوى اغواء يعني الاخريات؟ انا بعتقد انه ايه اكيد. جبران كان بيعجب انه بيعجب كمان كل الناس، وبالعكس انا هذا الشيء كان يبسطني كثير. يعني بحب، بالعكس بنبسط وبفتخر انه انا جوزي بيعجب كل هالناس، كل الناس بتحبه. هذا احسن، انه احلى شيء كان هو بيحب هالشيء ويسعى له. وانا كنت بالعكس، وانا بنبسط كانت انه كان عنده هالقد معجبات. نعم. ليش ما بزعل؟ بالعكس. جبران معروف عنه ايضا خجول الطباع. معك انت بدا مثل ما قلنا مرحله جديده، اذ تحول الى رجل اجتماعي من الطراز الاول. غالبا ما يخرج جبران، كان عايش طبعا ما رح اقول في مجتمع ضيق، لكن في عنده شله من الاصدقاء المقربين، كان يحب يمضي الوقت الاكبر او معظم الوقت معهم. معك انت طبعا صار في عتبه جديده، جبران صار يحتفل بعيد ميلاده. هل بتشوفي انك ابعدتيه عن اصدقائه القدامى وقربتيه من اصدقائك انت؟ بالعكس، يعني هو قربني على اصحابه، يمكن بعد اكثر من انا قربته على اصحابي. هلا وكنا يمكن نشوف اصحابه ايمت شوي اكثر من اصحابي، بس كمان لانه بدك تشوف انه هو حياته كانت، كنا يمكن اكثر نشوف بعشوات ناس من ميلته له. بس اكيد بغير مناسبات كان دائما بالعكس يحب يعمل اشياء مع اصحابي، وكان يحب يغير جو، لانه كان يمكن جوي انا واصحابي انا بغيروا له جوه يلي كان كله سياسي، واكيد بعسيس كلها مشاكل. وبالعكس لقينا بهالناحيه توازن كثير منيح بين بعض، وانا اصحابه كثير بحبهم، ولليوم يمكن بعد من احسن صاحبات عندي صارت مثل مارلين حرب، وهي بعتبرها صاحبته له كانت. سهام، منذ ولوجي العمل الاعلامي حاورت جبران 4 مرات، وفي برنامجي السابق مرايا اللي كان يبث على محطات الام تي في كان هنالك حوار بورتري. بدنا نشوف سوا بعض المقاطفات او بعض اللقطات من هذا الحوار. الموت على طول بيسرق منك ريكاردو، يا بتكون مؤمن ما قلت لك وبتحاول انه تتخطى الصعاب وتخلق لنفسك نوع من هيك مش مبررات او اعذار. إيه اكيد الحزن دخل البيت، بس لا، الاهل عرفوا خلقوا جو بالبيت يعوض عن الشيء هذا. امي ايه كبت على الشعر، تبت انه من خلال الشعر فيها تعبر عن مشاعرها، وفيها تحاول ترجع تلاقي ذاتها، ويمكن تلاقي نايلة الله يرحمها اختي. بين كبع الشغل إيه، لانه هي انسان صلب وقوي، وانسان مثل ما قلت لك مؤمن، واعتبر انه هذه مشيئة الله وهذه مشيئة ربنا. ونفس الشيء بعدين بيت واحد، بعدين اجى مكرم ماكي يلي رجع دخل اذا بدك البهجة للبيت، والبهجة للبيت عند الوالدة وعند والدي. خي يلي الواحد بيبقى حاطط أميله فيه، إنه بالحرب تعرف مكرم ترك، راح تعلم برا بقى مع الوالدة، وبقى بعدين تعلم برا، وفقنا على شيء إنه طيب في حرب بلبنان، على إن الواحد قاعد برا، إذا اللي قاعد هون بلبنان راح مثل ما كتير لبنانيين راحوا، في بيضلوا في شيء اسمه صمام أمان بالخارج للعائلة.
هل كنتوا قراب من بعض؟ وبس تقول لك تشوف الصدف وتشوف انه كل شيء بالنهايه بالحياه يعني الله ما بيريد. اللي قاعد برا راح باكسيدان سخيف بالسياره بفرنسا، واللي بقي هون وكان بالحساب ما تاخذني ممكن انه يروح بقي. طيب كمان مكرم كمان اعمال رضي الله، اخذت قوي انا من موتهم يعني وفيتهم اعطاني قوي اساسيه. وفي لك كمان بدي اخذ قوي بحاورهم او بتذكرهم، لانه بقدر انه هذا اكبر تحدي للموت، اكبر تحدي للموت وللخوف، انه تقدر انت تحاور من خطفه الموت. فهم كيف؟ هيدي اهم شغله. ما فيك انت تواجه مخاطر بالحياه وما فيك انت تكون صريح وتكون اللي انت اذا انت ما تخطيت العقده هذه، عقده الخوف من الموت، بتخطاها مش بانتحار او انه واحد يروح، لا بتخطاها بانه تعرف انه الموت منه شيء. الموت منه شيء، شفت كيف؟ وانه الموت هو موت جسد، بينما الروح لو قتلوك مليون مره بضلك فيك تحاور الروح. وهذه اهم شغله اللي انا بعتبر انه قدرت، بدون ندخل كثير بالفلسفه، قدرت انا تعلمتها من هالشيء، من التجارب هذه. بيتك على طول كان هو الحزن الاصحاب، وبعتبر انه يعني غسان تويني اللي تحملوا بده يكون عملاق بصراحه لك، يعني ظهره بيحمل، حملنا كلنا وحامل كل شيء وتحمل. الانسان ضلوا يتذكر، انسان اللي بينسى هو انسان بينكر اصله، واللي بينكر اصله بينكر مستقبله، خصوصا بينكر تاريخه. ولذلك ما بدك تنسى الحياه، مش تتنتقم. سي عم تويني، خطتي تجربة الزواج في سن مبكر، كان عندك 20 سنة وفي عندك ولد اليوم شريف عمره 14 سنة، وجبران أيضا تزوج في عمر مبكر نسبيا وفي عنده بنتين، كيف كان التأقلم في هذه الظروف الجديدة؟ يعني بعد ما تجوزنا إجا ابني عاش معنا، ونيلة كمان إجت عاشت معنا، وميشيل بقيت عايشة عند أمه، وفيك تقول عشنا عائلة إنه متلايلة عائلة. يعني كنا بالعكس نقعد كل يوم نتعشى سوا، حضر التلفزيون سوا، بنحكي. كان يساعد شريف بدرسه، كنت أنا أقعد مع نيلة يعني بدها تظهر بدها تلبس، إنه كنا عادة كيف. ونيلة ما كنت إنه مثلا مثل أختي أخدها، كان عمره 20 سنة، ما مش بحس مش إنه ما كانوا أولاد صغار. شريف يمكن كان شوي أصغر، بس كمان وجود جبران حده كتير عطى، فيك تقول يعني كتير ساعده، كان مالي بمشاكل وإشياء، وجبران كالشخص اللي هو كان كتير ساعد شريف من هالناحية. سهام، جبران طبعا مثل ما قلنا كان أب في مقتبل العمر لنيلة وميشيل، وأب في نهاية الأربعينات لنادية وجابرييلا. هل أحس بالتبدل اللي طرأ على حياته من ناحية الجهوزية لدوره كأب؟ يعني هل مارس دوره كأب وهو والد اليوم جابرييلا ونادية أكثر وقت كان بعده ولد 20 سنة 24 سنة كان عمره، وكان في عنده نيلة ومن ثم ميشيل؟ يعني أنا بعرف كتير بحب ولاده وكتير بيهتم فيهم. هلا أنا بعدهم يعني ما عمرهم كان 4 أشهر وقت استشهد، أكيد كان يخاف أول شيء، كان يقول لي ما كان يحب يمسك قبل الولاد، بيخاف بس جبرته. وكان يقول لي مثلا كان يخاف معنا لو ميشيل يطعميهم، جبرته كم مرة وطعميهم ومسكهم. بس أنا بعتقد جبران لقله كان يعني يمكن فيني أقول لك من حالي، أنا كمان شريف إجا كان عمري 20 سنة، هذا اللي قلته بالبداية طبعا، وأنا وهلأ على 35 جاني بنتين. يعني بالنسبة إلي أنا لا ما بحس في فرق. بس أنت جاهزة اليوم كأم أكثر؟ ما بصراحة أنه أنا لا، على كل حال نحن عم نحكي عن هذا الموضوع، نشوف لقطات جبران هو وعم يعطي البيبرون لنادية ولا جابرييلا، منكمل حديثنا. نرجع طبعا كنا عم نحكي انه طبعا انت عمرك 20 سنة يمكن ما كنت مهيئة حتى تقومي بدورك كأم وتهتمي بولدك وقتها. اليوم طبعا انت واعية اكثر وتدركين اهمية الامومة. ايه بس ما بعرف بالنسبة لي، لا في ناس كثير قالوا لي وقتها هلا رح يكون غير شيء. انا صراحة بالنسبة لي ما حسيت انه في فرق. مع شريف
كنت معه مثل ما هلأ مع البنات، يعني زدت الشيء أنا بالنسبة إلي. هلأ أنا أم، ما بعرف البي كيف بيكون حسب، بس أنا بالنسبة إلي بعرف جبران وولاده كلهم سوا بيكونوا لقلوا زدت الشيء، يعني بعرف رح يحبهم كلهم قد بعضهم ومثل بعضهم، لحتى لو 20 سنة كان عمره أو هلأ على 40، يعني ما بحس هيدا الشيء كان بيتغير فيه جبران. يعني ما جبران التويني كان رجل في قلب طفل. سيامة سيلي، هل أعطيتي كمية الحب يلي هو كان عم يفتش عنه؟ يعني أنا بتمنى وبعتقد أنه أعطيته كل الحب يلي عندي إياه، خاصة أنه جبران عاش حياة كتير صعبة، ومن وقت ما صغير مرض أخته ومرض أمه، بعدين كان في حادث خيه، كان ناقصه كتير جبران حنان، وكل الصعوبات اللي مرق فيها أكيد تركته بمحل، يعني كل هالشي بحسه كان يعني طيف، مش طيب بس إنه هيك يعني من أذى بتحسه كان، وهالشي كتير خلاني أعطيه وحبه لأنه بدي جرب عبيله هالفراغ اللي كان بقلبه. ونجحتي بهالشي؟ يعني بتمنى وبعتقد إنه سيامة تويني تروي جبران تويني في هذه الحلقة من وراء الوجوه. استراحة قصيرة. من مبنى جريدة النهار في منطقة الحمرة شارع مصر في لبنان، هذا المبنى الذي اختزن تاريخاً عريقاً من الصحافة والسياسة والثقافة، إلى مبنى النهار الجديد في قلب البلد وساحة الحرية، مسار حلم تحقق بحجم فارس امتشق المستقبل بطموح لم يردعه حاجز أو خوف وسرعة تسابق فيها مع الزمن. جبران غسان تويني هو أبو النهار بحلتها الجديدة وحداثتها التي فاقت بتطورها أهم الصحف العالمية، وقد تابع يومياً وعن كثب ورشة البناء الجديدة طيلة 4 أشهر مشرفاً على أدق التفاصيل، مفتخراً وسعيداً بما أنجزه حتى يوم افتتاح مكاتب النهار الجديدة في 23 آب 2004. هذا المبنى الذي يحوي 320 موظفاً مزودين ببطاقة دخول ممغنطة يتوزعون على 3 طوابق، يمتد كل واحد منها على مساحة 1400 متر مكعب. والجدير بالذكر أن استشارات خارجية مهمة قام بها جبران تويني من أجل تزويد المكاتب الجديدة بأحدث التجهيزات التي يتمتع بها اليوم كل موظف ومحرر في مكتبه الخاص، وتسمح له بالتواصل مع الخارج باستقلالية تامة، كما أنه كان يحضر لمشروع إنشاء مطابع جديدة تستوعب السوق اللبنانية. من أصغر موظف إلى أعلاه تراتبية، كان جبران حاضراً للجميع ومع الجميع دون تفرقة. أما الشريحة المفضلة لديه فكانت جيل الشباب الذي شرع له الأبواب في جريدته ومكتبه، والذي طالما توجه إليه جبران بصدق وشفافية وإعجاب سائلاً إياه: ماذا تريد لنمشي وراءك ونبني المستقبل معاً؟ على مستقبل الشباب يستقي جذوره من آمال وضعها جبران فيه. هذا الشهيد الذي ترك خلفه مؤسسة جامعة لمختلف الآراء والتوجهات والتيارات، مؤكداً أن النهار لم تكن يوماً صحيفة الشخص الواحد، بل صحيفة لكل لبنان. لا شك أن النهار كانت بالنسبة لجبران عائلته الكبرى، أحبها وحضنها وتعلق بها تماماً كحبه لعائلته الصغيرة وتعلقه بها. هذا المولود الذي لعب دوراً أساسياً في تحفيز جبران على العودة إلى لبنان رغم الخطر الذي كان محدقاً به، لم يكتفي بالتواصل مع المحررين والموظفين عبر الصوت والصورة من باريس أو من منزله في بيت ميري، بل أراد الاحتكاك بهم مباشرة وإنسانياً كي يبقى في نبض الحياة التي خطف منها باكراً جداً.
سيام تويني، هل زوجة الصحافي صحفية؟ لا، ما بعتبر حالي صحفية. جبران سلمني مجلة نون واشتغلت كتير فيها، وكان كتير فخور بالنقلة النوعية اللي عملتها المجلة. بس يعني واحد عايش مع شخص مثل جبران تويني إلا ما يشرب منه روح الصحافة. واليوم يعني فيني أقول لك أكيد صرت بقرأ الجرايد وبتابع كل شيء في أخبار، يعني خلص الواحد بتصير بدمه، ما فيني ما أفكر أو ما ضلني كل النهار عم لاحي وعم شوف شو عم بيصير. صرت اليوم تتمتعي بنبض الصحافي؟ إيه، وبروح الصحافي، لأنه كل ليلة عشية ما كان للساعة واحدة اثنين عم بكرة على التليفونات ومع الجريدة والأخبار وشو عم بيصير، وخاصة أنه عشنا هالأربع سنين كانت من أدق المراحل. استطرادا أربع سنوات في قلب الحدث السياسي والصحافي، شو اكتسبتي من آل تويني؟ بيت تويني والنهار تاريخ بحد ذاته، مجال الصحافة والنضال من أجل الصحافة. وهالأربع سنين مع جبران علمتني كتير عن الصحافة الحرة، وبعتقد هذا الشيء اللي اكتسبته منهم. جبران تويني عصرا النهار مثل ما شفنا بالروبورتاج، وكان في ذروة السعادة لهذا الإنجاز. لنستمع سوا إلى بعض الشهادات لمقربين من جبران تويني في قلب النهار. ما اخترت أسماء كبيرة وأقلام كبيرة، بل أثرت أني انتقي وأني اختار أشخاص كان يحبهم جبران. جبران ما كان في عنده كبير وصغير مثل ما قلتي قبل شوي، الكل كانوا زملاء، يعني من عامل التنظيفات حتى المدير العام كانوا أصدقائه وكان يسميهم زميل. بدنا نسمعهم، نستمع لألون إلى بعض هذه الشهادات، ونعود من بعدها لمتابعة حوارنا. أنا صار لي خمس سنين بالنهار، بلشت ب 14 شباط 2001 مع أستاذ جبران. بعتقد إنه هالخمس سنين اللي عشتهم بالنهار كانوا أحلى خمس سنين بحياتي. يعني بعتقد إنه بعد النهار أو بعد أستاذ جبران ما رح أقدر أشتغل محل أو يمكن أو مع حدا. يعني اللي اشتغل مع جبران وتويني بيقول أو جبران وتويني أو خلاص، ما في حدا، ما في شيء. نهارنا في قلك إنه كان نهار ما نزهق ما نمل، يعني 10 ساعات شغل أو 11 ساعة شغل بسرعة بسرعة، كان بده شغلته دايما على السريع. ما في يعني يكون طلب مني الشغلة يكون بعد ما ظهرت من المكتب خلصتي عملتي الأستاذ، بعد ما ظهرت بعد ما وصلت على مكتبي تعملها، وما في أنه أنسى أعملها أو ما أعملها. يعني لو إذا نسيت أو إذا ما عملتها كان يدق لي اللي نسيتي أو ما عملتي، قال له أستاذ مثلا ما لقيته للشخص أو ما قدرت، لا ما في، بدك تعملي بدك تعملي، إذا له لحقني يعني كل نهار أو كل الليل تخلي شغلتي، ما في. يعني حسينه إنه غيب، بس ما حسينه إنه ميت. يعني عم نشتغل كأنه رح يفوت، كأنه رح يجي. يعني كل يوم على بكرة منحط له جرايده على مكتبه، مدوي له مكتبه، تليفونه من وقت لوقت دق على مكتبه، تسمع تليفونه عم بيدق. عرفت على جبران من 17 سنة بال 89 تحديدا، وكانت شغلي معه اجتماعي على صبغة سياسية أكيد. بس بأول يعني من بعد أول، وكان ما كان في كتير يعني أنه لدرجة يمكن ما كنت استهدمه كتير، حتى كنت هون مثل هالشباب كل وقتها. وبعد جمعة فهمت ريته لجبران، يعني فهمت جبران شو رح يكون، جبران شو بيقدر يعطي لبنان، جبران كيف اندفاعه وكيف التزامه للبنان من أول جمعة. وأنا نقيته وأنا نقيت أشتغل معه، وأنا قلت له أنه أنا قررت أنه رح كون معه، إن عجبه وإن ما عجبه أنا معه. وهيك صار غياب وخسارة كتيرة لإلي شخصياً، للجريدة وللبنان أكيد. وبعد رح نوعى يوم بعد يوم على خسارة اللي هي جبران. جد يعني بيعجز لساني عن اني اوصفه، يعني هالانسان العظيم بجد.
اللي رافقته هالعمر كله. شو بدي قلك، كان إنسان بكل معنى الكلمة. عطول كنت بخاف عليه، بخاف لحدا يسيبه بالعين. إذا بدك إنسان كتير عزيز على قلبنا، خسرني وخسروا لبنان كله، نحنا خسرني أكتر شي كمان، لأنه كان كتير صادق، كتير هيك ما بيجي مثله، ماشي ما في سياسي مثله. عن جد عم بحكي، يعني ممكن ما عنده شيء، إنسان نظيف. ما فيني خبري كيف إنه الطريقة علاقته يعني معنا، وبعدين كل يوم بيصير مخوينا، يعني مخوينا أيام مثلا ما عنده شيء نقعد معه، نقعد معه أنت شو أخبارك، شو عاملي، وهذا وين عم تروح، وعم شو عملتوا بالويك إند، وين رحتي. كل واحدة منا يحب يعرف أخبارها. غيابه كتير فراغ كتير كبير، كتير كبير. وإذا بتشتغلي معه بتعشق الشغل معه، يعني ما فيك تتعودي على حدا تاني بصراحة. هو بيخليك يعني تحبي شغلك. جبران طويني عمل شغلة كتير مهمة للبنان ولشباب اللبناني بتصور، اللي هو كان الوحيد اللي قدر عملها وبرهن انه فيها تتحقق، اللي هي انه جمع شباب لبنان من كافة المناطق، من كافة الانتماءات، من كافة الأديان بنهار الشباب، وعطانا منبر من سنة 93 لبعد سنة 2000. عطى منبر لهالشباب ليعبروا عن كل هواجسهم، ليتعرفوا على بعضهم. عمل نشاطات كتير مهمة، كان أول ما أطلق توك شو حواري مع الشباب على التلفزيون، عمل المجلس النيابي للنواب للشباب. شهادات مؤثرة جدا. سيام تويني، غسان تويني، عميد العائلة وعميد النهار وعميد الصحافة اللبنانية والعربية، محاط بإناث، يعني ورثت آل تويني اليوم هني إناث، والنهار غدا رح تكون إمبراطورية نساء. كيف بتشوفي هذا الواقع؟ النهار اليوم بعد 75 سنة هي روح جبران وغسان وجبران، ولازم تكفي وتبقى على هالروح. والنهار خط نضال عن الحريات، وما ممكن نزيح عن هالخط وإلا منكون عم نهضم النهار. سيام، طبعا هنالك علامة استفهام وأسئلة الناس عم تطرحها. هل دورك رح يتقلص؟ هل رح يكون محصور في إطار معين؟ هل رح يقتصر فقط على مجلة نون؟ رح يضل دوري مثل ما كان أيامات جبران، ورح قد ما فيني أخدم وأعمل تتبقى شعلة جبران مضوية، تنكمل طريق جبران يلي هو كان ماشي فيه. زوجات سياسيين الشهداء غالبا ما يحملنا الراية ويكملنا الطريق. ألم تستهوك السياسي؟ لا، ما بتستهويني السياسي، بس اليوم مثل ما قلت لك كل شيء مفروض أعمله لجبران ليتحقق حلمه لجبران، أنا مستعدة ورح كمل فيه للآخر، لأنه مش رح أقبل أنه موت جبران يروح دعان، وهذا الشيء أنا مش ممكن أتخلى عنه هيك. على كل حال، هذا لسان حال ملايين الناس أينما كان في هذا العالم. العلاقة يلي ربطت جبران بأقطاب السياسي في لبنان كانت دائما تتأرجح بين الغزل أحيانا، النقد أحيان أخرى، والتهجم في بعض الأحيان. كيف تصفي أنت علاقتك اليوم بأقطاب السياسي في لبنان؟ خلينا نبلش بالعماد ميشيل عون، كيف هي علاقتك فيه اليوم؟ يعني بتعرف جبران التسعينات بحرب التحرير كان أكيد بذات الخط مع ميشيل عون، وبعدين بتعرف كان راح على المنفى بباريس على 3 سنين كمان من وراء مناصرته للعماد ميشيل عون، يعني في لحد ما. نعم، وكان طبعا في خوف على حياته كمان. وبعدين رجع، وقت رجع العماد ميشيل عون فيك تقول هون شوي صار في اختلاف شوي بالرأي، وخاصة وقت الانتخابات جبران كان كتير متفاجئ من الحملة اللي عملوها ضده، مع انه تقريبا هو كان معتبر انه اليوم نحن اخذنا استقلال، او الاستقلال فينا نقول عنه استقلال بعد استشهاد رفيق الحريري، هالتجمع اللي صار بعد 14 اذار ب
بالنسبة له هذه كانت شيء كتير مهم، وهالوحدة اللي صارت بين الكل، وتفاجأ كتير من تحالفاته لميشيل عون والموقف اللي أخده بالأخص جبران وقت الانتخابات. وآخر يوم نهار الأحد وقت رجعنا من باريس كان كتير مقهور، وكان عم بيحكي مع الدكتور جعجع وعم بيقول له إنه كانوا نهار السبت فاتحين مكتب الأشرفية العونية وعم بيصبوا فيه لجبران، وهو يعني كان يمكن يعني مش عم بيصدق ومش عم بيتقبل هالشي، لأنه كان بالعكس هو كل حياته بحبه كتير وكان معه، وهذا الشيء كان كتير قاهره وكتير زعجه لجبران. وقال بعده أيضا أنه النهار كمان من الناحية السياسية ما قصرت بحق العونيين والتيار الوطني الحر. وقال طبعا اليوم نحن بحلقتنا ما عم نحكي عن السياسة، لكن بدك تعطي أيضا حق الرد للآخر. سيام، كيف توصفي العلاقة بسعد الحريري؟ علاقة كتير منيحة وماشين بذات الخط. و ماذا عن علاقة بوليد جملاط؟ يعني فيك تعتبر انه يمكن اكيد بعد 14 اذار كمان صاروا ماشيين بذات الخط وكان في ذات المواقف، والعكس العلاقة صارت يمكن قبل ما كانت منيحة بس انه رجعت اتفقوا ولقوا حالهم بذات الخط بعد 14 اذار. والعلاقة مع سلمان فرنجية؟ يعني أكيد هون ما فيك تعتبر في علاقة، لأنه بتعرف كتير منيح أنه كل واحد خطه السياسي من ميل، يعني بقى ما في مجال يكونوا أبداً بنفس الخندق أبداً بنفس الجبهة. لا سيام تويني، بعد في عنا قسم في هذه الحلقة من وراء الوجوه. قبل ما نتوقف مع الإعلان بدنا نستمع إلى بعض اللقطات لمقابلات مختلفة أجريت مع جبران تويني في هذا التقرير. Lebanon survivors are preparing for another dramatic turn in history. They want the removal of Syria's army, here for the last 30 years under the guise of keeping the peace. The Syrians are, you know, dealing like the old-fashioned Soviet Union regimes. They rule the country imposing the reign of terror. Newspaper editor and aspiring politician Gebran Tweny is about to have one of the most extraordinary days of his life. Something rare for the Arab world is happening, an explosion of people power. This rally was unthinkable just a few weeks ago. When we talk about fighting for democracy, fighting for freedom, it isn't only word. We know what it is. We know the smell of the blood, smell of dynamite. We know what a gun mean. We know what threatening you mean. They only can kill you. And you know, we know that sometime we'll be assassinated. Witnessing history of Lebanon. No one will ever know exactly how many are here, but perhaps 1 million have gathered to call for the end of Syrian control, the withdrawal of its troops and its reviled security police. They also want to see the end of the puppet government installed by Damascus. Parliamentary candidate Gebran Tweny is about to have his moment in the sun. وبدنا السيادة، السيادة حقيقية، وبدنا الاستقلال، كل الاستقلال، بلا مخابرات ولا عسكر ولا حكومة ظلم. تحية حب إلى جبران من سهام من تلفزيون المستقبل ومني في هذه الحلقة من وراء الوجوه. أصدقاء، أنسباء، مقربين في هذه المجموعة من الشهادات. كنا كل الوقت سوا. مشتاقين له كتير.
كنا تقريبا يوميا سوا، إذا ما شفني إذا ما شفته أحكي معه مرتين ثلاثة على التليفون. أنا كنت شبينه بالعرس، يعني أنا إذا بدك كنت عم بشهد على يمكن أهم مرحلة بحياته بآخر 5 سنين. جبران تغير كتير آخر 5 سنين، كل حياته تغيرت. صار جبران المبسوط، بتحسي صار جبران تغير، صار كل الوقت مبسوط، كل الوقت فرحان، كل الوقت عم بيضحك، كل الوقت هيدا. ما تهنى، ما لحق ينبسط. اشتاق له كتير كتير، مش شوي. إذا بدك الخيل الكبير هي ما بحياتي كان عندي إياه. وجبران تقربنا كتير لبعض بعد موتة مكرم خيو بال87، لأن في فرق عمر بيني وبينه، كان مكرم كنا بنفس العمر. وتقربنا كتير لبعض، رجع حمل حاله راح باريس، راح قعدت معه كمان فترة. كان كل ما عندي مشكل جبران موجود، يعني أعرف إنه دايما جبران هوني، أقدر أخبره مشاكلي، موجود يساعدني. إنه جانا 2 شهر قبل استشهاده، قعدنا مع بعضنا ببريس كمان 10 أيام، كانت كأنه فترة وداع. رحنا زرنا كنايس وهيك قضينا 10 أيام، كأنه يعني كان صرنا يمكن سنين ما مقضيين وقت مع بعضنا مثل ما قضيناهم ببريس. بعدني ما حاسس، يعني بعدني مني واعي، مني بعد موعيت على فقدان جبران، يعني بعدني حسه كأنه موجود، كأنه جبران مسافر. يعني بعد ما قدرت اوعى انه مزبوط هيك صار بجبران. يعني جبران هي كان دايما عايش 100 كيلومتر على هيك، ومثل ما عم بقول دايما موجود وقت بدنا اياه. وهذا بعد موعيت على الموضوع. نحن أصحاب دراسي من سنة 1971، كنا بالآي سي سوا، وكنا من المقربين. يعني كنا كم شاب كم طالب مع بعضنا البعض، واستمرينا أصحاب للترمينال لل75. وبعدين بسبب الأحداث انفصلنا من 1982، ما بعد الاجتياح الإسرائيلي، بنص الاجتياح الإسرائيلي رجعنا التقينا وكملنا سوا لغاية ليلة السبت قبل التنين، قبل مقتله. كنت أنا مسافر فعلا، اتصل فيني يسلم علي يودعني ويقول لي بنلتقى في بيروت. ولكن أنا جيت على بيروت، كان سافر مشوار لبعيد. تعرفت على الأستاذ جبران أول ما أجي على لبنان بعد ما أسس نهار العربي الدولي سنة 1981. شو بتذكر؟ أصلاً ما لازم أتذكر، هو بعده فيه، بعدني بحس فيه. يعني هلا كل يوم بعد استشهاده، كل يوم أنا بوصل على المكتب مثل كأنه هو موجود، فوت على مكتبه. لكن عادة يوصل هو، يعني قبل ما يسافر نقعد بالمكتب مع بكرة بكير، ينزل بكير 9:30، نعدلنا شي نص ساعة هيك، شو عملت امبارح، شو عملت عشية وكذا، ونقعد. هلأ بيجي على المكتب بقعد وبحسه كأنه عم بتواصل معه، هاي الإحساس اللي عم بحسه والله. وعادة أنا يعني بيتي حد بيته تقريبا، بعيد عن بيته 4 دقايق 3 دقايق. كنت بالنتيجة انزل كل يوم معه، أنا يا بسيارتي يا بسيارته. وكان أغلب الأوقات هو يسوق، ما يخليني يسوق، ما بحب حدا يسوق معه. نهارها ما تلفن لي، وسمعت دغري الانفجار ودغري لا شعوريا أنا طلبته، وطلبت الشباب اللي معه، حتى طلبت كان معه خط من باريس طلبته عليه كمان مرض. ساعتها طلبت سهام التضار من 10 دقايق، ما بعرف
ما في اوصف لك كيف وصلت على محل الانفجار. نعم. ما بعرف كيف. انا ربوني بتويني من 14 سنه كان عمري 14 سنه بشتغل معه للاستاذ غسان، يعني صار لي 40 سنه انا بشتغل مع بتويني. عرفته لجبران تلميذ، عرفته لجبران جريء من هو صغير، عايشتهم بكل افراحهم واحزانهم. وجبران اكثر شيء تعايشت انا وياه بايام ما كانت امه مريضه، كان مميز غير شكل عن كل العالم. عشت معه ايام صعبه كثير، خلصت هالايام عرفته محور اخر، محور الشاب اللي كبر وفات صار مع الرجال الكبار بالسياسي بالاندفاع، بيقرا بعيون الموظفين كل واحد شو بده. ان شاء الله يكون عند ربه مرتاح، وهذا اللي بهمنا. سهام، هل اليوم بتحسي بحجم المسؤوليه الملقاه على كتفيك تجاه بناتك وتجاه وضعك كأملة شهيد؟ يعني أكيد عندي مسؤولية كتير كبيرة اليوم. اليوم بقعد فكر يعني بدي ربي بنتين، وبراسي دايما بده يكون هلأ إنه إذا جبران موجود هو شو كان بده وكيف كان بده ربيهم. بقى هيدا الشيء اللي بدي أكتر شيء اليوم جرب فكر فيه وركز عليه. كيف كان بده يربيهم برأيك؟ يعني أكيد يطلعوا قوية كتير و... قوية من حيث الشجاعة؟ نعم، ومن حيث الصلابة. وقد ما فيني أعلمهم عن بيهم تقدروا ياخدوا شو ما بيقدروا ياخدوا من بيهم ويكملوا حياتهم بخط بيهم. هذا الشيء اللي رح أعمله، رح كل شيء موجود عن جبران بديهم يعرفوه، بديهم يقروا كل شيء كاتبه، كل أفكاره وكل شيء عنه، وإن شاء الله ياخدوا قد ما فيهم عن بيهم. ماذا ترين في الأفق القريب والبعيد؟ يعني لهلأ قلت لك بعدني مني مستوعبة واعية كل شيء، وما بقدر شوف بقى لقدام. يعني عم بقدر عيش اليوم بس كل يوم بيومي، ما عم بقدر فكر بعد، خاصة بعد ما بتخسر شخص ما بعود الواحد بيقدر يفكر لمدى بعيد. كان جبران رجل مؤمن، كان يقال يزور عناية مرة كل أسبوع، يزور مرشربيل. بالبيت في دائما أيقونات، بجيبته أيضا في مسابح في أيقونات. كان يصلي باستمرار. هل كنت تشاركي فعل الإيمان هذا؟ يعني أكيد أخذت منه هيك شوي أو زد لي إيماني قد ما هو بآمن. بس برجع اليوم مثلا بكون قاعدة وبفكر وبسأل إنه بقول ليش؟ يعني بسأل الله ليش؟ إنه بعد كم واحد لازم يروح؟ كم واحد لازم يستشهد؟ كم واحد لازم يموت كرمال هالبلد؟ وإمتى رح يجي النهار؟ يمكن عقيتها نحس شوي إنه مثل عم نرتاح ترجعوا يمكن يعاقبوا المجرمين. إنه عندي شيء ما فيني ما أسأل هالسؤال. هل بتصلي اليوم؟ يعني بصلي أكيد بصلي. هل فيك تسامحي؟ لا ما بقدر. عند اليوم صلاتك وعند تضرعك لله شو بتقولي له؟ قلت لك بس بسأل لأنه بعد كم واحد، بعد كم واحد لازم يموت. ما بتقولي له أعطيني القوة على أني أغفر لغيري، على أني سامع غيري؟ لا، بقول له أنه يعطيني القوة، وبشكره كمان على الأربع سنين اللي أعطانيهم مع جبران
وبشكره على ولادي و... وأكيد بطلب إنه يعطيني القوة، بس بذات الوقت بطلب وبسأل إنه مثل إمتى رح الواحد رح يرجع له مثل حقه، إنه ليش لازم كل واحد يدفع الثمن وناس المنيحة تروح وتموت؟ أنا هذا الشيء ما فيني ما فكر فيه وما أسأله. سيام تويني، كيف توصف علاقتك اليوم بغسان تويني؟ كتير منيحة، مثل بي لي، وكتير بحبه والله يطول بعمره. كيف توصف علاقتك بميرنا المر؟ ما بعرفها شخصياً، وهي أم نيلا وميشيل. وماذا عن علاقة بنيلا وميشيل؟ كتير منيحة، وأكيد هن أخوات نادية وجابرييلا، وكتير بهمني إنه يكونوا هن بعدنا، إنه أكيد لازم يلعبوا دور بحياة بعضهم. في عيون من بتشوفي جبران تويني؟ يعني أكتر شيء يمكن بشوفه بالشباب، وقت نزلت على الخيمة، على خيمة الحرية، وشفت تحت الشباب وعم بيناضلوا وعم بيكملوا وعم بيحكوا، شفت أكتر شيء جبران فيهم. وأصلا هو جبران كان دايما يقول إنه كل أمله فيهم، كان يقول إنه هو دوره خلص أو مش خلص، بس إنه مثل تقريبا عملوا اللي عليهم، وإنه هن الشباب اللي لازم يكملوا. وقت نزلت وشفتهم شفت روح جبران فيهم، وكتير هالشي ريحني. طبعا مثل ما قلنا، بعد يومين كلنا عم نحتفل بذبيحة إلهية بمناسبة مرور 40 يوم على استشهاد جبران. هذه مناسبة، لكن أنت كيف رح تحيي ذكرى جبران؟ مش هالمرة، على مدى الحياة ومتسع من الوقت اللي أنت عندك إيه؟ يعني بعد جبران ما رح يروح مني، جبران باقي فيه، جبران كل شيء لإلي. بس بعدني لهلا بعدني مني واعي على شيء مزبوط، بعدني مني مستوعبة مزبوط شو صار، بعد مني عم فكر مزبوط شو اللي رح أعمله. بس أنت امرأة ذاقت قمة السعادة وقمة النشوة، وأنت اليوم تتألمين، تتوجعين، تعيشين كابوس. الحزن مسيطر عليك ووطأة الصدمة ما زلت عم تعيشيها. برأيك هل من السهل أنك تستمري بهذه القوة، أم بتحسي أنه معقول تفرطي بيوم من الأيام؟ لا أكيد بدي أكمل بقوة، ما رح أبداً خلي حالي أفرط. في الأولاد بدي أكون قوية من شانهم، في ابني ما بقدر أبداً أترك حالي، وأصلاً جبران ما بيكون أبداً بده ياني أترك حالي، وكرماله رح ضل قوية كتير. سيام تويني، جبران دخل قلوب الناس، قلوب اللبنانيين أينما كانوا في هذا العالم وفي هذا الوطن. إلى كل هؤلاء شو بتحب توجهي كلمة؟ بحب أقولهم من كل قلبي إنه وجودهم حدي خليني أتحمل المصيبة الكبيرة اللي وقعت باستشهاد جبران، وبقولهم إنه بعد اللي شفته حلم جبران ما راح يموت، وإنه الوفا بألف خير، وإنه أنا وياكم رح نكفي سوا حتى نحقق حلم جبران وحتى يربح لبنان. سيام تويني، شكرا. شكرا لك ريكارد. أصدقائي المشاهدين، نهار الأحد ترتفع الصلوات أينما كان في لبنان عن نية جبران تويني بمناسبة مرور 40 يوم على استشهاده، 40 يوم على هذه الجريمة البشعة وهذا اليوم الأسود. تحية حب من كل اللي عرفوه، وتحية حب من كل الأجيال القادمة اللي رح تكتشفوا بالمستقبل. تصبحوا على خير، على تسامح وعلى محبة. شكرا. And now the end is near, and so I face the
the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my.